وسعادة الإنسان كالشمس تعطينا الحياة بنورها فتبدد الظلماء في الأكوان. وصحيح مسلم فيه أفضل ما روى أهل الحديث بصحة وبيان. علم بدا في نهجه متفرد بعد البخاري صح والقرآن. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، حياكم الله أخواني الكرام وأخوات الكريمات في حلقة جديدة من برنامج صحيح الإمام مسلم عليه رحمة الله تبارك وتعالى. كالعادة في هذا البرنامج نتناول الأحاديث التي رواها الإمام مسلم في صحيحه عليه رحمة الله تبارك وتعالى، ونبين أهم المفردات والمعاني التي جاءت في هذه الأحاديث، ثم نشرع في ذكر أهم الأحكام التي وردت في هذه الأحاديث، سواء الأحكام الفقهية أو العقدية أو غيرها من الأحكام المتنوعة في فروع العلم وغيرها. ثم نختم بذكر أهم الفوائد التي احتوت عليها هذه الأحاديث، وأهم مقاصد سنة النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. إخوان الكرام، أخوات الكريمات، ثواني معدودة، نستمع لهذا الحديث ثم نعود إليكم مرة أخرى، فانتظرونا. عن سعد بن إبراهيم قال: سألت القاسم بن محمد عن رجل له 3 مساكن فأوصى بثلث كل مسكن منها، قال: يجمع ذلك كله في مسكن واحد. ثم قال: أخبرتني عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. أهلا وسهلا بكم أخواني الكرام وأخوات الكريمات، عدنا لكم مرة أخرى بعد هذا الفاصل، وبعد أن استمعنا لهذا الحديث. وهذا الحديث حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها زوج النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وهو في باب رد المحدثات من الأمور في كتاب الإمارة. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. من عمل عملا يعني أحدث وأنشأ واخترع، ليس عليه أمرنا يعني ليس على هذا الدين وليس على هذه الشريعة الإسلامية، ليس على كتاب الله، ليس على سنة نبيه محمد صلوات الله وسلامه عليه، فهو رد. يعني هذا الأمر يصبح مردودا على صاحبه، غير مقبول، لا يقبل الله عز وجل هذا الأمر المبتدع المحدث في هذا الدين، وذلك لمخالفته لكتاب الله عز وجل ولسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. العلماء يقولون هذا حديث هو قاعدة من قواعد الإسلام العظيمة التي
بنى الشرع أو بني الشرع عليها. ومن أهم ما في هذا الحديث أنه إبطال للبدع التي تخالف كتاب الله عز وجل، تخالف سنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك يقول الإمام النووي عليه رحمة الله تبارك وتعالى، يقول: وهذا الحديث قاعدة عظيمة من قواعد الإسلام ومن جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم. يقول: فإنه صريح في رد كل البدع والمخترعات. وأيضا هذا الحديث فيه دلالة قاطعة على حجية السنة النبوية، وأنها حكم على العبادات قبولا وردا. وفي ذلك يقول العلامة ابن رجب الحنبلي عليه رحمة الله تبارك وتعالى، يقول: وهذا الحديث أصل عظيم من أصول الإسلام، يقول: وهو كالميزان، كالميزان للأعمال في ظاهرها، كما أن حديث إنما الأعمال بالنيات ميزان للأعمال في باطنها، فكما أن كل عمل لا يراد به وجه الله تعالى فليس لعامله فيه ثواب. يقول: كذلك كل عمل لا يكون عليه أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فهو مردود على عامله. لأن هذا الإنسان يبتدع عمل، يخترع عمل، يزيد في الدين، يخالف أمر الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء وخاتم المرسلين، نهانا عن الابتداع في الدين، وأكمل هذا الدين صلوات الله وسلامه عليه. أيضا في هذا الحديث نجد أن الله سبحانه وتعالى قد أكمل هذا الدين وأتم النعمة على عباده. لذلك الواجب على كل مسلم أن يحرص على أن يتبع كتاب الله عز وجل، يكون وقافا عند كتاب الله عز وجل، ووقافا عند سنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، يقف على هذه السنة، لا يتجاوز السنة يمنة ولا يسرى. لذلك من اخترع في الدين فقد ابتدع وحاد عن هذا الدين العظيم. لذلك قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا، أي في أمر الدين، اخترع شيء لم يكن موجودا، ليس في هذا الدين، وليس في هذه الشريعة، وليس في كتاب الله، وليس في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا توجيه لنا جميعا معاشر المؤمنين، معاشر المسلمين، أن نتبع كتاب الله، أن نتبع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن نتفقه في هذا الدين، أن نقرأ القرآن، أن نقرأ الآيات ونقرأ تفسير الآيات، ونقرأ سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ونتفقه في سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ونقرأ هذه السنة، ونقرأ شرح هذه السنة وكلام الفقهاء والعلماء في سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأن لا نحدث ولا نخترع ولا نبتدع شيئا في هذا الدين، لأنه رد على صاحبه وباطل والعياذ بالله، وإثم من يفعل ذلك إثمه كبير عند الله عز وجل، لأنه يزيد على هذا الدين، يخترع دينا جديدا والعياذ بالله. لذلك قال ابن تيمية رحمه الله، قال: البدعة ما خالفت الكتاب والسنة أو إجماع سلف الأمة من الاعتقادات والعبادات. وقال ابن رجب: فكل من أحدث شيئا ونسبه إلى الدين ولم يكن له أصل من الدين يرجع إليه فهو ضلالة والدين منه بريء.
لا شك أن إطلاق البدعة على عمل معين يشترط فيه يعني ثلاث قيود: أن يكون العمل محدث، أن ينسب ويضاف إلى الدين، أن لا يكون له أصل في الشرع، يعني لا في القرآن ولا في السنة. طبعا هذه الأمور تكون في الأمور التعبدية، أما في العادات التي لا تشوبها عبادة فلا تدخل فيها البدعة، كالصناعات مثلا، كبعض العلوم الاجتماعية والعلمية وصناعة الأسلحة والبناء وغير ذلك، فهذه الأمور يعني ليست في العبادة وليست في البدعة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لطاعته ومرضاته، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه أحاديث النبي وهديه، فيها الهنا وسعادة الإنسان، كالشمس تعطينا الحياة بنورها، فتبدد الظلماء في الأكوان. وصحيح مسلم فيه أفضل ما روى أهل الحديث بصحة وبيان، علم بدا في نهجه متفرد بعد البخاري صح والقرآن.